أعزائي طلبة طلبات الصف السادس، رجعنا لكم تاني نكمل مراجعتنا النهاردة. إن شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح بإذن الله. بنكمل مراجعتنا وبنركز على حاجات مهمة. بتمنى من كل الطلبة اللي بيتصلوا بينا لو في سؤال أو أي شيء عايزين يستفسرون، إحنا بنتلقى تليفوناتكم. طيب بنكمل السؤال اللي معانا. جميع أنواع الصناعات الحرفية في البيئة الصحراوية فيما يلي، يعني أنا هقولك بين الأقواس صناعات كلها حرفية إلا ما عدا. السؤال ده في طلبة كتير مش يعني بيتسرعوا في إجابته. أنا مش عايزة يعني مش عايزة الصناعة الحرفية، لا أنا عايزة الصناعة اللي مش حرفية. تمام، نقرأ السؤال تاني. جميع أنواع الصناعات الحرفية في البيئة الصحراوية فيما يلي ما عدا. ما عدا إيه يا ترى؟ صناعة الفخار، السجاد اليدوي، حفظ التمور، تكرير البترول. ها نجاوب؟ لا، هي تكرير البترول، لأن دي مش صناعات ايه حرفية. نبص كده، يبقى الإجابة تكرير البترول. السؤال كده كان عايز ايه سن التفكير، يبقى مش بنتسرع. طيب نشوف سؤال تاني. أهم المشكلات البيئية اللي بتواجه البيئة الصحراوية هي ايه؟ يا ترى هي ندرة المياه؟ يا ترى هي السيول؟ يا ترى تملح التربة؟ فاكرين تملح التربة دي اللي كنا قلنا عليها إن نظرا لندرة المياه في البيئة الصحراوية وإن أو توجد طبقات من الملح بتترسب على سطح التربة؟ أهو ده تملح التربة. ولا كل ده كل ما سبق؟ الإجابة إيه؟ لا، ده كل ما سبق، لأن كل دي مشكلات. طيب معانا اتصال. إيهاب، الو. ايوه، ازيك يا ايهاب؟ الله يكلمك. انت من البحيره؟ اه، اهلا وسهلا. انا عاوز اتسال. عايز تتسال؟ ما عندكش سؤال يعني؟ لا. طيب تمام، انت متابعنا من اول الحلقه؟ اه. طيب في اي حاجه وقفت قصادك يعني كده ولا كده؟ اه، ايه، انا متابعكم من اول الحلقه. متابعنا من اول الحلقه. طب تجاوب معايا. ماشي ماشي، نشوف السؤال. اختر من بين القوسين، تمتد البيئة الصحراوية في مصر على البحر المتوسط في. سؤال الشمال. سهل قوي. ها، الشمال. في الشمال. برافو عليك، ده مش هو ده السؤال اللي هندخل بيه كده، لسه هنسألك سؤال كمان. تمام، ماشي طيب نشوف السؤال كمان. ماشي. ادي دي الإجابة، الشمال. برافو عليك. طيب الشجيرات التي تنمو على طول ساحل البحر الأحمر بنسميها شجيرات ايه؟ المنجروف. انت شايف الإجابة معايا؟ اه، المنجروف. المنجروف. برافو عليك، يبقى شجيرة. طب انا اسالك سؤال شويه، المنجروف بينمو في البيئه الصحراء؟ الساحلية. ايوه، اللي فيها ترسبات ايه؟ ايه؟ فيها طب ترسبات. ترسبات طينية. برافو عليك، برافو عليك. طب انا عندي سؤال. اتفضل. ينقسم الساحل الشمالي الى ينقسم الساحل الشمالي الى كم كم قسم صح؟ قسم؟ الى 3 اقسام. ماشي. طب فاكرهم ولا افكرك بيهم؟ لا فاكرهم. طب قولهم بقى. ساحل شمال ساحل شمال شبه جزيرة سيناء، برافو عليك. وساحل شمال الدلتا، ايوه، وساحل الشمال الغربي. برافو عليك، برافو عليك، هي دي الاقسام. طب اسالك انا سؤال زيه اخوك يعني، ماشي امال ماشي. بقى ساحل البحر الاحمر، البيئه الساحليه على البحر الاحمر بتنقسم لكم قسم؟ بيمتد من طابة إلى جنوب حلايب. تمام، بس هي بتنقسم كم قسم؟ بيتقسم إلى 2. 2. يبقى هنا من طابة الى فين؟ إلى إلى جنوب مدينة حلايب. السويس، ومن السويس لحد إيه؟ إلى حلايب. برافو عليك، برافو عليك، شاطر، برافو عليك. عندك أسئلة تاني؟ لا شكرا. طيب يا حبيبي بنكمل. برافو إيهاب، شاطر ومركز ومراجع كويس، إن شاء الله بالتوفيق يا حبيبي. طيب نشوف سؤال كمان. ماشي ماشي. طيب تتميز البيئة الساحلية باستخراج الغاز الطبيعي ومن أهم حقوله؟ أبو ماضي في شمال الدلتا. برافو عليك يا إيهاب، بشكرك جدا يا إيهاب، وسألتك أسئلة كتير أهو، احنا كده ماشي. مطمنين عليك. عايزين بقى الدرجة النهائية. حاضر. ماشي، تابعنا لآخر الحلقة يا إيهاب. أنا كنت جايب كنت جايب في نص السنة 99. برافو عليك، برافو، برافو، شاطر. بس أنا عايزة بقى في الترم ده تجيب 100. طيب بنكمل. كده زي ما قال إيهاب، الإجابة أبو ماضي. طيب في أولاد يقولوا طب الحتة دي ألاقيها فين؟ أنا ما لقيتهاش في البيئة الصحراوية. لا، هتلاقيها في البيئة الساحلية. يعني السؤال ده إجابته هتلاقيه في البيئة الساحلية، لما اتكلمنا عن الموارد الاقتصادية في البيئة الساحلية. طيب بنجاوب بقى، اكتب المفهوم أو المصطلح الجغرافي التي تدل عليها العبارات الآتية.
هو السؤال ده عكس ما المقصود، يعني ما المقصود ان انا اجيب لك المصطلح واقول لك ايه هو، لكن ده ان انا اجيب لك المفهوم واقول لك ايه بقى المصطلح. يعني انا بعكس كده ايه السؤال. سياحة داخل الصحراء للتمتع بالمناظر الخلابة، يبقى دي سياحة ايه؟ سياحة السفاري. سياحة السفاري. طيب، قيام الأمواج بنحت الصخور التي تشكل ساحل البحر، ايه اللي هي تآكل السواحل. تآكل السواحل. طيب نشوف سؤال كمان. خليج ذو مدخل ضيق متعمق في يابس، ده ايه؟ احنا قلنا من شوية شرم، ده ايه؟ الشرم. طيب، هجرة أفراد وجماعات لخارج الدولة بطرق غير قانونية، برضو احنا كنا شرحناها قبل كده في سؤال قبل كده بس بطريقة تانية، اللي هو ما رأيك او بتقول ايه. يبقى دي فكرتكم بيها، يبقى دي الهجرة غير الايه الشرعية. طيب نشوف سؤال كمان، ده تاريخ بقى. اكتب كلمة صواب امام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ امام العبارة غير الصحيحة. يعد مشروع القناطر الخيرية من اهم مشروعات الري في عهد محمد علي. لا خلاص، يبقى كده الإجابة صحيحة واضحة جدا جدا. مشروع القناطر ده من أهم مشروعات الري في عهد محمد علي. لا، الإجابة صحيحة. طيب معانا آدم. يا آدم أهلا وسهلا. آدم معايا، سامعني؟ ألو. أنا عايزة أسأل سؤال. طب أنت عايزة تعالي صوتك كده يا آدم، أنت منين يا آدم؟ أنا من القاهرة. أهلا وسهلا، ازيك يا حبيبي؟ طيب إيه سؤالك؟ هو ايه الفرق ما بين البغاز ايوه. والشرم؟ طيب تمام، برافو عليك. البغاز والشرم. طيب بص يا حبيبي، انت معايا يا ادم؟ مع حضرتك. البغاز دي فتحة تصل البحيرة بالبحر، اوكي تمام كده، يبقى انا عندي بحيرة وبحر اوكي متوصلين ببعض بايه؟ بفتحة. الفتحة دي اسمها بغاز، تمام؟ اوكي. ودي بنلاقيها فين؟ بنلاقيها على سواحل مصر الشمالية عند البحيرات الشمالية، زي بحيره المنزله وبحيره البرولوس، تمام كده، والبردويل ليها فتحه، ولو بصيت على الخريطه هتلاقي الفتحه دي ظاهره. طيب امال الشرم بقى ايه؟ ده يا حبيبي خليج من الميه، يعني توغل من الميه داخل اليابس، بس بيبقى ليه ايه؟ مدخل ضيق، مدخله ضيق ومتعمق في اليابس. تمام كده؟ ممكن اتسال ولا ما ينفعش؟ لا ممكن تتسال طبعا. طب انت فهمت الاول الفرق بين البغاز والشرم؟ طب في سؤال تاني؟ لا شكرا. طيب يلا بقى تسأل معايا. اوكي تاريخ، ماشي؟ اوكي. ده علامة صح او خطأ؟ شايف السؤال على الشاشة؟ هو لسه ما جاش، هيجي ثاني. طيب جاي. اللي هو السؤال التاني، احنا جاوبنا السؤال الاولاني. تم عزل اللورد كرومر من منصبه بعد حروب المورة. غلط. غلط، برافو عليك. امال بعد ايه؟ ها؟ الو، ايوه انا سامعك يا ادم، برافو عليك، انت قلت غلط. غلط ليه بقى؟ عشان هو بعد حادثة دنشوان. برافو عليك، يبقى هو بعد حادثة ايه؟ دنشوان. برافو عليك. تحب تسأل السؤال تاني يا ادم؟ اوكي. طيب السرية التامة من اسباب نجاح حرب اكتوبر 1973. صح صح. طيب قامت وحدة بين مصر وليبيا عام 1958. غلط. ايوه، ليه غلط؟ هي اصلا كان ما بين سوريا، ايوه، وكانت 1908. لا هي 1958 دي صح. اوكي. لكن هي الفكره ان بدل ليبيا هنحط ايه؟ سوريا. سوريا، تمام. اوكي. طيب هات بقى السؤال اللي بعده. غيرت حرب اكتوبر نظره العالم للجيش المصري. صح صح، برافو عليك. طيب متشكره قوي يا ادم، انت شاطر، ولو في اي سؤال تاني بقول لنا عليه. اوكي شكرا. ماشي حبيبي، مع السلامه. طيب بنكمل كلامنا. تلاحم الجيش مع الشعب المصري من مميزات ثورة 25 يناير 2011، هقول ايه؟ العبارة صحيحة. طيب ما النتائج المترتبة على كل مما يأتي؟ عقد معاهدة لندن 1840، ده مهم اوي السؤال ده، ايه اللي ترتب؟ طيب نبص كده، بيقول ايه؟ أدت هذه المعاهدة إلى تقلص مشروعات مصر محمد علي الإصلاحية في مصر. طب حد يقول لي لا، ممكن يبقى في اجابه تانية، اقول له ايه؟ يقول لي مثلا ان خلاص توقف محمد علي عن احلامه في التوسع، ممكن دي اجابه صحيحه، او انه اعلن خضوعه للسلطان. تمام جميل. طيب بس يعني انت كده جبت شروط معاهده لندن كانه نتيجه، مش كده؟ طب الاجابه دي تقبل، بس الاكثر اجابه يعني واضحه جدا ان مشروعات محمد علي الاصلاحيه تقلصت فين؟
في مصر، تمام؟ عشان الأولاد اللي بيجاوبوها ما يقلقوش من الإجابات، خلاص؟ طيب السؤال التاني، إنشاء بنك مصر عام 1920، وده اللي كان أنشأه مين؟ طلعت حرب. طب إيه النتيجة اللي ترتبت على كده؟ نبص كده، إن هذا البنك ساهم في تمويل العديد من الصناعات المصرية والشركات التجارية، زي إيه؟ زي دار الطباعة وحلق القطن وشركة مصر للطيران وشركة مصر للتأمين. إذن هذا البنك ساهم في تمويل العديد من الصناعات المصرية، وطبعا على رأسها الصناعات الايه؟ الثقيلة، تمام؟ كده السؤال واضح. طب نشوف حاجة تانية، لمن تنسب الأعمال؟ مين اللي عمل ده؟ منح امتياز حفر قناة السويس، منح، هو اللي منح امتياز، يبقى مين؟ ها، سعيد باشا. طب هو منحه لمين؟ لديليسيبس اللي هو المهندس الفرنسي اللي هو فرديناند ديليسيبس. طيب دعا إلى قيام نقابات للعمال وظهر الحركة التعاونية في مصر، تمام؟ ده كان مين؟ ده كان محمد فريد. اوكي، نجح في إقامة إمبراطورية مصرية امتدت إلى مديرية خط الاستواء. ده مهم قوي. ده مين بقى؟ ده الخديوي إسماعيل اللي بعده على طول، كانت نتيجة أحلامه دي. تدخلت إنجلترا وفرنسا بعزمه، بان خلوا السلطان العثماني يصدر فرمان بعزله وتوليد ابنه ايه؟ توفيق. نقول تاني، نجح في اقامه امبراطوريه مصريه امتدت الى مديريه خط الاستواء، دي في افريقيا، يعني خلى الامبراطوريه المصريه تكبر، مساحه مصر تكبر. ده كان مين؟ ده الخديوي اسماعيل. طيب قام بتاسيس تنظيم الضباط الاحرار في الجيش المصري. ده مين ده؟ ده جمال عبد الناصر، تمام؟ طيب نشوف كده برضو السؤال اللي بيجيني كده، في قطعه قطعة كده تقريها وبعد كده تجاوب الأسئلة. صلابة الشعب المصري هي أساس الثورات المصري التي واجهت الاستعمار وجميع التحديات. قدامي جدول المفروض ان هيكون فيه ايه؟ فراغات. عن ثورة كام؟ 19 وثورة 1881. طبعا احنا جاوبنا الجدول ده عشان نعرضه على الشاشة، فعندي وجه المقارنة زعيم الثورة، عايز بس سبب واحد من أسباب الثورة، عايز بس نتيجة واحدة من نتائج الثورة، والمقارنة بين ثورة 1881 وثورة 1919. طب نبص على السؤال ده بقى، ناخد بالنا حاجة، هو ما سماش الثورة، هو قال السنة بتاعتها عشان نشوفك انت فاكر الثورة دي مشهورة عندك ازاي. ثورة 1881 اول ما شوفها كده اهو، دي الثورة العربية. طبعا انا كنت قلت الثورة العربية من الاول كنت عرفتها على طول، لكن انا جبت لك السنة. يبقى 1881 دي الثورة العربية. مهم قوي عشان اقدر اكمل السؤال ده، انا بعرف انا بتكلم عن مين، تمام؟ طيب وثورة 1919 دي معروف، تمام؟ طيب هي مسمياتها كده. زعيم الثورة هنا كان احمد ايه؟ عربي. طيب زعيم الثورة 1919 كان سعد ايه؟ زغلول. طيب احد اسباب الثورة، نجيب سبب واحد بس، احد اسباب ثورة 1881 زيادة التدخل الاجنبي بسبب القروض. بسبب القروض بس؟ لا، القروض والامتيازات الأجنبية والمراقبة الثنائية كمان، يبقى ده كله ايه؟ سبب. السبب التاني في ثورة 19، السبب ده ازدياد الوعي القومي والتحرر من الاستعمار. كان في وعي. طب ما ننساش كمان القبض على سعد زغلول ونفيه الى ايه؟ مالطا، تمام؟ دي من اسباب الايه؟ الثورة. طيب احد النتائج، نتيجة لثورة 1881 عزل وزارة رياض وتشكيل بقى مجلس النواب كمان، دي احد النتائج. ما هو بعد الثوره دي حصلت ايه؟ ان تم عزل وزاره رياض وتشكيل مجلس نواب. الكلام ده كان في عهد توفيق. طيب امال ثوره 19 ان عايزين نتيجه واحده، الافراج عن سعد زغلول زملائه. طب لو حبينا نزود غير التصريح 28 فبراير 1922، عامل دستور، اول دستور في مصر 1923، تمام؟ عندي كمان اول حكومه دستوريه اللي شكلها سعد زغلول. كده انا عملت اربع اسباب، بس هو طالب سبب واحد اللي هو ايه؟ قلناه، الافراج عن سعد زغلول وزملائه. طيب نشوف كده، احنا مجهزين كمان حاجه تانية، احنا كده خلصنا امتحانين، لكن احنا مجهزين حاجه تانية اللي هو ايه؟ ايه الحاجات اللي ممكن عايزين نركز عليها شويه ونراجعها، لانها ممكن يكون يعني اختلطت
عليكم او يعني ما راجعناهاش بشكل كافي وانتوا بتذاكروا مثلا. طيب، اسباب تركز السكان في المحافظات الصحراويه، ودي قلناها كان سؤال في الاول من اسئله الامتحان. 1، وجود الموارد الغذائيه والمواد الخام التي هي اساس التنميه الاقتصاديه. كمان المنطقه الساحليه هي مجال حيوي للنقل البحري والتجاره. كمان توافر المناظر الطبيعيه البيئيه المهمه اللي بتعتبر مقصد اساسي للترويح والجذب الايه السياحي. ده اسباب تركز السكان في المحافظات الصحراويه. افكركم احنا عندنا كام محافظه صحراويه؟ عندنا 11 محافظه. تمام. طيب ايه تاني عايزين نركز عليه؟ المشكلات اللي بتقابل السكان في البيئه الساحليه وجهود الدوله لحل هذه المشكلات. يبقى ايه المشكله وايه جهود الدوله لحلها؟ طيب، المشكلات: الازدحام السكاني، التلوث البيئي الذي ادى الى انتشار امراض، عدد من الامراض. تمام. طب ايه بقى جهود الدوله لحل هذه المشكلات؟ انشاء المدن الجديده زي مدينه برج العرب الجديده، ودي احنا قلنا ان هي تبع محافظه اسكندريه، مد الطرق والكباري، انشاء مصانع ايه جديده. نقول تاني، جهود الدوله لحل مشكلات السكان في البيئه الساحليه زي ايه؟ زي انشاء مدن جديده زي مدينه برج العرب الجديده، ومد الطرق والكباري، وانشاء مصانع ايه جديده. طيب، السؤال ده بيقول: تعد السياحة من الأنشطة الاقتصادية المهمة في البيئة الصحراوية، بما تفسر؟ ليه؟ ليه السياحة نشاط مهم اقتصاديا في البيئة الصحراوية؟ هقول له أو برهن، يعني اديني صحة الكلام ده. أقول له: حيث تتميز البيئة الصحراوية بإيه؟ 1، وجود نباتات وحيوانات وطيور نادرة زي مين؟ من الحيوانات النادرة زي مين؟ زي الكبش الجبلي مثلا على سبيل المثال. طيب، المناظر الجميلة الخلابة اللي بتجذب السياح، خصوصا زي سياحة السفاري وزي اللي موجودة في الصحراء البيضاء اللي في الفرافرة. تمام. طيب، سؤال تاني: تاريخ، ايه هي اسباب ثورة 23 يوليو 1952؟ ايه هي اسباب ثورة 23 يوليو 1952؟ بنصنفها، انا عندي اسباب سياسية، عندي أسباب اقتصادية، عندي أسباب اجتماعية. الأسباب السياسية: الاحتلال البريطاني لمصر وفساد الحكام. الأسباب الاقتصادية اللي هي ارتفاع الأسعار وانخفاض الدخل وانتشار الفقر. الأسباب الاجتماعية اللي هي سوء توزيع الثروات وغياب العدالة الاجتماعية وانتشار الجهل والمرض. ده تصنيف مهم أوي إن أنت تعرف. تمام؟ طيب، دي أسباب ثورة 23 يوليو. أفكركم كده بالمبادئ اللي قامت عليها أو أهدافها، إنها تقضي على 3 حاجات وتقيم 3 حاجات: تقضي على الاستعمار، تقضي على الاحتكار، تقضي على الإقطاع. تقيم جيش قوي، تقيم عدالة اجتماعية، تقيم حياة ديمقراطية إيه سليمة. دي المبادئ، لكن اللي قدامي دي الأسباب. تمام. طيب، أسباب حرب أكتوبر 1973. ليه قامت حرب أكتوبر 1973؟ 1، رفض إسرائيل مفاوضات التسوية السلمية واستمرار احتلالها للأراضي العربية. إيه هي بقى الأراضي العربية اللي كانت محتلاها واحتلتها إمتى؟ احتلتها بعد الهزيمة بتاعة 1967. احتلت شبه جزيرة سيناء لحد الضفة الشرقية لقناة السويس، واحتلت مدينة القدس، واحتلت هضبة الجولان والضفة الغربية لنهر الأردن. تمام. طيب، يبقى هنا اسرائيل رافضه بقى تخرج من هذه الاراضي، خلاص. فده كان سبب من اسباب ان يبقى في حرب عشان نسترد الاراضي، اللي هو السبب الثاني بقى تحرير الاراضي العربيه التي احتلتها اسرائيل في حرب يونيو 1967 وازاله اثار العدوان اللي عملته اسرائيل في 67. طيب، انهاء حاله اللا حرب واللا سلم اللي فرضت على المنطقه، رد كرامة الجندي المصري والعربي، إعادة الملاحة البحرية في قناة السويس. طيب، معانا اتصال. براء. أيوه. ألو. السلام عليكم. طيب، الصوت يعلى شوية يا براء. ماشي. السلام عليكم. أنا ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله. أنت منين؟ من القاهرة. من القاهرة، أهلا وسهلا. طيب، عندك سؤال؟ لا، عايز تتسأل. عايز تتسأل. طيب، جميل.
طيب نقول كده، قولي طيب أسباب حرب أكتوبر. أسباب حرب أكتوبر؟ أيوة. القضاء على الاستعمار وأعوانه. لا، حرب أكتوبر 1973. استعادة كرامة الجندي المصري، أيوة. واللي هو واستعادة الأراضي التي احتلتها إسرائيل، تمام، و كمل يا براء. أيوة وال ها، الصوت مش واضح خالص يا طب براء. ممكن سؤال تاني؟ طيب هقول، طب ايه رأيك تخليك معايا وانا يعني هخليك تشوف السؤال ده معايا وبعدين أسألك سؤال تاني. طيب بص كده، على اسباب حرب اكتوبر 1973 اهو، انا عارضة قدامك: رفض اسرائيل مفاوضات التسوية السلمية واستمرار احتلالها للاراضي الايه العربية، كده شايفها؟ تحرير الأراضي العربية التي احتلتها إسرائيل خلاص في حرب يونيو 1967 وإزالة آثار العدوان. طيب بعد كده إنهاء حالة اللا حرب واللا سلم التي فرضت على المنطقة. يعني إيه حالة اللا حرب واللا سلم؟ إن إحنا مش عارفين إحنا في سلام ولا في حرب، وردت كرامة الجندي المصري، ورد كرامة الجندي المصري، وده أنت وإعادة قلته، الملاحة البحرية في قناة السويس. وإعادة الملاحة البحرية في قناة السويس. ما تقلقش، انت لو قلت سببين ثلاثة تمام، بس انا عايزاك تقول كله، ماشي. تمام. طيب اديك سؤال. ماشي. طيب نقول ايه، بما تفسر خلاص كده، بتعتبر رياح الخمسين، ماشي، رياح مضرة لانها بتسبب في اتلاف الحقول، ايوه، وبتسبب على حياة الانسان. برافو عليك، برافو عليك. طيب بما تفسر ليه تربة الواحات تربة يعني خصبة أو جيدة؟ لأنها تربة طينية، أيوة، يعني مختلطة، يعني الرمال مختلطة بالطين، بالرمال أيوة، تربة مختلطة الرمال فيها بالإيه؟ بالطين. أيوة. وجود مصادر مياه، مياه اللي هي مياه الآبار إيه؟ والمياه الجوفية، اللي هي عن طريق الآبار والعيون. والعيون. أنا سعيدة قوي بيك يا براء، وعايزاك تتابعنا لبقية الحلقة. ماشي يا حبيبي، مع السلامة. طيب زي ما تابعنا مع براء كده وشفنا أسباب حرب أكتوبر، بنكمل أسباب ثورة 25 يناير. وكان عندنا بنوتة في الحلقة السابقة طلبت إن احنا نركز شوية على 25 يناير و30 يونيو. أدي أسباب ثورة 25 يناير 2011: 1. سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتعليمية والصحية، انتشار الفساد في مرافق الدولة وجميع مؤسساتها على حساب إيه؟ على حساب الفقراء ومحدود الدخل. براجع تاني بقول إيه أسباب ثورة 25 يناير؟ يبقى سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتعليمية والصحية، انتشار الفساد في مرافق الدولة وجميع مؤسساتها على حساب الفقراء ومحدودي ايه الدخل، تزوير الانتخابات، وسيطرة الحزب الوطني الحاكم في الوقت ده على أغلبية مقاعد مجلسي الشعب والشورى، وخلوهم من الأحزاب المعارضة الحقيقية، وانشغال الدولة بمشروع توريث الحكم لنجل الرئيس الايه الأسبق. تمام، دي كانت أسباب 25 يناير 2011. نشوف بقى أسباب ثورة 30 يونيو 2013: عدم ارتياح الشعب المصري للتغيرات بعد ثورة 25 يناير، استمرار سوء الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لم تحقق السياسات الجديدة حلول للمشكلات اللي عانى منها غالبية الشعب المصري، زيادة الأصوات المعارضة للحكم والمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة. نقولهم تاني: عدم ارتياح الشعب المصري للتغيرات بعد ثورة 25 يناير، استمرار سوء الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لم تحقق السياسات الجديدة حلول للمشكلات التي يعاني منها غالبية الشعب المصري، ازدياد الأصوات المعارضة للحكم والمطالبة بإجراء انتخابات إيه؟ مبكرة. طيب نتائج ثورة 30 يونيو: النتيجة عزل محمد مرسي وتسليم السلطة إلى المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا لحين إجراء انتخابات رئاسية إيه؟ مبكرة. طيب نتائج ثورة يونيو نكملها برضو: تعديل دستور 2013 وصدور الدستور الجديد 2014، وعقد
انتخابات الرئاسة وإعلان فوز المرشح عبد الفتاح الإيه السيسي. طيب بنراجع كمان جزء تاني جغرافيا، بنرجع تاني للجغرافيا. الخصائص الاجتماعية إيه للسكان البيئة الساحلية؟ إيه هي خصائص السكان الاجتماعية؟ بنراجع الأجزاء دي عشان ما تكونش راحت مننا. أنا عندي عادات إيجابية وكانت في عادات سلبية. إيه هي العادات الإيجابية؟ العمل في جماعة زي الصيد، الشحن، التفريغ، طبع البحر للسكان إنه بحب المخاطرة والشجاعة في مواجهة الأخطار. تمام؟ مشاركة المرأة للرجل بنصيب وافر في معظم الأعمال، وده لأن الرجال في البيئة الساحلية بيقضوا معظم أوقاتهم في الأعمال المرتبطة بالإيه؟ بالبحر. تمام؟ طيب كمان في عادات سلبية. زي إيه العادات السلبية؟ زي الهجرة غير الشرعية، وإحنا قلنا إن هي انتقال الأفراد خارج وطنهم بطرق غير قانونية. كمان صرف المخلفات المنزلية والصناعية في البحر، والصيد الغير إيه؟ قانوني. الصيد غير قانوني احنا شرحناه قبل كده، اللي هو الصيد بطرق محظورة زي الصيد بالسم او بالديناميت او الصيد في اوقات مش مناسبة. تمام؟ طيب الخصائص الاقتصادية لسكان البيئة الساحلية، بيعمل العديد من سكان البيئة الساحلية بايه؟ بالتجار، بالصيد، بالصناعة، كما يعملوا برضو بالزراعة يعني، بس انا عندي التجارة والصيد دول اهم الايه؟ الحرف، ودول موجودين زي اللي موجودة الزراعة دي هنلاقيها برضو في شمال الدلتا وعلى السواحل الشمالية. طيب من ضمن الخصائص الاقتصادية ان في تيارات هجرة، ان في هجرة للمدن الساحلية من البيئة الصحراوية او الزراعية اللي جنبها، ما ننساش الجزئية دي. عشان ايه؟ عشان يشتغلوا بالانشطة الاقتصادية اللي موجودة في البيئة الساحلية. تمام؟ طيب زي ايه؟ زي هجرة سكان واحد سيوة للاستقرار في مدينة مرسى مطروح. تمام؟ هجرة بعض سكان الوجهين الإبلي والبحري إلى مدينة الإسكندرية، وكمان الغردقة وشرم الشيخ والسويس. نقول الحتة دي تاني، هجرة سكان واحد سيوة للاستقرار في مدينة مرسى مطروح. تمام؟ هجرة بعض سكان الوجهين الإبلي والبحري إلى مدينة إسكندرية والغردقة وشرم الشيخ والسويس. طيب دي خصائص احنا محتاجين ان احنا نراجعها تاني. طب كمان نشوف خصائص الاجتماعية لسكان البيئة الصحراوية. ايه هي خصائص الاجتماعية لسكان البيئة الصحراوية؟ نشوف كده، حجم السكان عادة ما يزيد عن 5 افراد، ده سكان البيئة الايه؟ الصحراوية، عشان لما جينا مقارنة احنا اتكلمنا عن الساحلية، بنتكلم دلوقتي عن الصحراوية. الترابط الاسري بين افراد الاسرة والتزاوج بين الاقارب. طيب معانا اتصال، مريم. الو، ازيك يا مريم؟ الحمد لله. انا مش سامع صوتك خالص يا مريم. لو سمحت حضرتك انا عايزه اسال سؤال. ايوه كده، زعقي كده، عايزاك تعلقي صوتك. علي صوتك. ها، لو سمحت حضرتك عايزه حضرتك تشرحي لي الثوره العربيه. نعم، الثوره العربيه. الثوره العربيه؟ اه. ايه بقى السؤال في الثوره العربيه؟ نتائج الثورة العربية؟ نتائج الثورة العربية أنا لسه شرحها من شوية. تمام؟ اللي هي ثورة 1881، اللي هي بداية الثورة لما المظاهرة السلمية اللي كانت في عابدين، وقلنا إيه كانت من نتائجها؟ إيه؟ عزل وزارة رياض وتشكيل مجلس نواب. ماشي، وحضرتك عايزة أسأل سؤال تاني. طيب اتفضل. طب أنت عرفتي الإجابة كده؟ أعيده تاني؟ عزل وزارة رياض وتشكيل مجلس نواب. ها، ايه السؤال التاني؟ لما تفسر خطوبات مصطفى كامل. تاني كده يا مريم؟ لما تفسر ايه؟ لما تفسر خطوبات مصطفى كامل. انا سامع مصطفى كامل، في كلمة كده واقعة مني. خطوبات، يعني انا مش سامعها خالص يعني. خطوبات مصطفى كامل. الصوت بعيد قوي يا مريم، انا سامعه انك انت بما تفسر في سؤال عن مصطفى كامل. بما تفسر ايه بقى؟ طيب، طب يا مريم انا عايزه، انا السؤال مش واضح بالنسبه لي، انا عايزه اعرف لو بما تفسر ايه خاص بمصطفى كامل؟
لو قلنا مثلا الصعوبات، مثلا من ضمن الصعوبات اللي قابلت مصطفى كامل هو تخلي فرنسا عن فكرة الاستقلال اللي كانت بتأيده، لو كانت قصدك صعوبات، تمام؟ وده بسبب الاتفاق الايه الودي. لو ممكن تتصل تاني وتوضحي السؤال. طيب نكمل كلامنا على الخصائص الاجتماعية لسكان البيئة الصحراوية. حجم الأسرة عادة ما يزيد على 5 أفراد. كمان الترابط الأسري بين أفراد الأسرة والتزاوج بين الأقارب، الحفاظ على التقاليد والتراث القديم. معايا اتصال عبد الرحمن. ازيك يا ميس؟ ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ الحمد لله. انت من القاهرة يا عبد الرحمن؟ لا، من كفر الشيخ. من كفر الشيخ. ازيك يا حبيبي. ايوه يا حبيبي، تعالى قول. انا عايزة اتسأل. عايز تتسأل؟ اه، مش عايز تسأل انت؟ عندكش سؤال واقف قصادك؟ عندك سؤال؟ لا. طيب هديك انا بقى سؤال. اين يتركز سكان البيئة الصحراوية؟ حدد لي مناطق تركز سكان البيئة الصحراوية. فين بنلاقي سكان؟ في الواحات. في الواحات. والتعدين واستخراج البترول. مناطق التعدين واستخراج البترول. والرعي. مناطق الرعي. طب نمسكها واحدة واحدة بقى. طيب في الواحات ليه؟ لأن يوجد بها مياه جوفية. تمام، وكده يقدروا يزرعوا، صح كده؟ طيب، ومناطق التعدين عشان يشتغلوا في النشاط الايه التعديني. طب مناطق الرعي في فين؟ برضو في الواحات. المياه والعشب. ايوه تمام، عشان في حيث المياه والايه والاعشاب. برافو عليك يا عبد الرحمن، برافو عليك. طب انت شايف قدام الشاشه احنا بنتكلم عن خصائص الاجتماعيه لسكان البيئه الصحراويه. معايا يا عبد الرحمن؟ معاك. طيب احنا كده اتكلمنا عن حجم الاسره عاده ما يزيد عن 5 افراد، والترابط بين افراد الاسره، والحفاظ على التقاليد والتراث الايه القديم في عادات الزواج. في خصائص تانية تقدر تفتكرها معانا قبل ما نعرضها؟ ولا تسترجعها معايا؟ هسترجعها معاك. ماشي، نشوف كده. الزواج الايه؟ الزواج المبكر. مبكر، واكرام الضيف. الضيف، واحترام المجالس العرفية التي يرأسها الشيخ القبيلة. الذي يرأسها شيخ الايه القبيلة. طبعا الزواج المبكر دي من العادات الإيجابية ولا السلبية؟ من عادات ايه؟ أو الخصائص الايه؟ السلبية. السلبية. تمام؟ أنا عندي سؤال. عندك سؤال؟ اه. طب قول. النتائج المترتبة على 28، على تصريح 28. طيب النتائج المترتبة على تصريح 28، صح كده؟ طيب النتائج المترتبة على تصريح 28 فبراير 1900 كام؟ 22، اللي هو ايه؟ عمل اول تشكيل لجنة لعمل الدستور، اللي هو اول دستور سنة 1923. معايا عبد الرحمن؟ وتشكيل سعد زغلول لايه؟ لاول حكومة دستورية سنة 1924. تمام؟ وفي حاجة كمان، ان انجلترا اعلنت استقلال مصر ولكن بشكل سوري، والغت الحمايه الايه البريطانيه. معايا كده؟ عرفت النتائج؟ الغت الحمايه البريطانيه واعترفت باستقلال مصر ولكن كان بشكل ايه سوري، ونتيجه للتصريح ده حصل ايه؟ حصل تشكيل لجنه لعمل اول دستور كان سنه 1923، وشكل سعد زغلول اول حكومه ايه دستوريه. عندي سؤال. قول. طيب قولي يا عبد الرحمن. أعلنت أيوة إنجلترا مصر حرة مستقلة، مصر دولة مستقلة بعد انتهاء حرب العالمية، بعد انتهاء الحرب العالمية الايه الأولى. الأولى. غلط ولا صح؟ لا ده غلط طبعا. صح كده؟ لان بعد الانتهاء على طول ما عملش كده، لكن اقدر اقول اعلنت انجلترا مصر دوله مستقله بعد ايه؟ بعد تصريح 28 فبراير 1922. تمام كده؟ تمام. عندك اي اسئله تانية؟ لا، شكرا. شكرا يا عبد الرحمن على اتصالك. طيب بنكمل كلامنا، بنكمل الخصائص الاجتماعيه لسكان البيئه الصحراويه. عمل الاطفال في الرعي والزراعه، والعلاج بوسائل بدائية مما يؤدي إلى زيادة الوفيات للأطفال، ودي طبعا من العادات السلبية. تكوين علاقات طيبة مع سكان البيئات الأخرى.
طيب، ماذا فعل محمد علي لينظم الإدارة؟ طبعا الجزئية دي ممكن يكون احنا ايه ده، دي بعيدة خالص، احنا ما راجعناهاش. لا دي مهمة قوي. ماذا فعل محمد علي لينظم الإدارة؟ طيب نشوف كده هو عمل ايه. قسم محمد علي البلاد إلى 7 مديريات، يتبع كل مديرية عدد من المراكز تنقسم إلى عدة أقسام، وكل قسم عدة إيه؟ قرى. طب أنا لو قلت قسم البلاد إلى 7 مديريات وقلت كده كفاية؟ كفاية، بس كمل. على رأس النظام الإداري فيه إيه؟ حكومة مركزية كان مقرها فين؟ القاهرة، يصدر منها جميع الأوامر. يبقى الحكومة المركزية اللي عملها محمد علي كانت فين؟ كانت مقرها القاهرة، يصدر منها جميع الأوامر. كمان أنشأ عدة مجالس ودواوين، ليه؟ عشان تساعده في شؤون الحكم. زي مين؟ زي الديوان العالي واللي كان مقره إيه؟ القلعة. نقول تاني، ماذا فعل محمد علي لينظم الإدارة؟ قسم محمد علي البلاد إلى 7 مديريات، بيتبع كل مديرية عدد من المراكز تنقسم إلى عدة أقسام وتضم عدة قرى. هاجي في الامتحان مش هقدر أكتب ده كله، أمال أكتب إيه؟ هو يقسم محمد علي البلاد إلى 7 مديريات، تمام. وبعدين وعلى رأس هذا النظام حكومة مركزية، الحكومة المركزية دي مقرها القاهرة بتصدر الأوامر. خلاص، أنشأ كمان مجالس ودواوين عشان تعاونوا في شؤون الحكم زي الديوان العالي ومقره إيه؟ القاهرة. لو بصينا شوية سوا بنلاقينا ان احنا بنعمل ايه، احنا بنراجع كده على الحاجات اللي ممكن يكون وانت بتراجعها ما خدتش بالك منها. طب نبص على السؤال اللي جاي ده كمان، كيف اهتم محمد علي بتنمية وتطوير الزراعة؟ محمد علي ازاي اهتم بتنمية وتطوير الزراعة؟ عمل ايه؟ عمل ايه محمد علي عشان ينمي ويطور الزراعة؟ طب نشوفه كده. ادخل انواع جديدة من القطن، جميل، حتى أصبح القطن المصري منافسا للأقطان في العالم وأساس ثروة مصر الاقتصادية، تمام. اهتم بغرس أشجار زي أشجار التوت مثلا عشان يربي بيها دودة القز، وزرع أشجار الزيتون وقصب إيه؟ السكر والخضروات زي والفواكه والنخيل والحبوب الغذائية. ده نهضة زراعية جامدة جدا في عصر محمد علي. عمل إيه تاني؟ اهتم بشق الترع زي ترعة المحمودية، وأنشأ القنوات والجسور على النيل ومشروعات الري زي إيه؟ القناطر الإيه؟ الخيرية. نبص شوية، إحنا كده اتكلمنا عن مين؟ عن محمد علي ومشروعاته الزراعية في مصر، عشان هو اهتم بالمشروعات الزراعية. طب أفكركم، هو محمد علي طبق نظام إيه في الاقتصاد المصري؟ طبق نظام الإيه؟ الاحتكار. طيب معانا مريم. مريم اهلا وسهلا، انت منين يا مريم؟ انا من القاهره. القاهره، مستعده ولا لا؟ مستعده. طيب عندك سؤال يا مريم؟ لا، عاوزه اسال. عايزه تتسالي؟ طيب انا هجيب لك سؤال كده غريب شويه يا مريم، عشان انت شكلك بنت شاطره جدا. خلاص، قولي لي كده، ايه مقترحاتك اللي ممكن تتعمل لتعمير المناطق الصحراوية؟ ده سؤال ممكن يجيلك، قدم مقترحاتك لتنمية البيئة الصحراوية. ممكن سؤال غيره؟ طب ممكن اساعدك ده الاول وهتلاقي نفسك قلتي، وبعدين اقولك سؤال تاني؟ ماشي. طيب احنا لما نقول قدم مقترحاتك لتنمية البيئة الصحراوية، مينفعش نقول استصلاح الاراضي؟ ممكن نقولها صح كده، سهله انت عارفاها، والاهتمام بحفر الابار صح كده للحصول على الميه ايه؟ الجوفيه، وحل مشكلات سكان البيئه الايه؟ الصحراويه، والاهتمام بالطرق. ها تقدري تقوليهم لي تاني يا مريم؟ قوليهم بقى كده يا مريم. الاهتمام بالطرق، ايوه، وحفر الابار، ايوه، واستصلاح الايه؟ وحفر الابار، واستصلاح الاراضي، واستصلاح الاراضي الزراعيه، الاراضي الجديده، تمام. الأراضي. تمام. طب شفتي السؤال سهل ولا لا؟ سهل. طب انت كنت عارفه؟
انا كنت مش فاكره قوي بصراحه. تمام. طيب ايه هي اسباب الثوره العربيه من اسباب الثوره العربيه؟ المراقبه الثنائيه. والمراقبه الثنائيه وسوء احوال الجيش، سوء احوال الجيش وسوء احوال الاقتصاديه، سوء احوال الاقتصاديه. ايوه وزيادة التدخل الأجنبي. أنت عارفة يا مريم أنت شاطرة جدا بس بتقلقي، صح؟ صح. طيب تعالي نرتب الإجابة بتاعتك كده عشان تبقى سهلة عليكي. ماشي. أنت قلتي إيه؟ أسباب الثورة العربية؟ نمسكها كده واحدة. أنت قلتي المراقبة الثنائية، صح؟ طب ما نقول التدخل الأجنبي بسبب المراقبة الثنائية. يبقى التدخل الأجنبي بسبب إيه؟ مراقبة ثنائية، امتيازات أجنبية، قروض. نقولها تاني كده. يبقى هنا زيادة التدخل الأجنبي بسبب المراقبة الثنائية، الامتيازات الأجنبية، القروض. سهل السؤال ده كده؟ طيب رقم اتنين، احنا انا جمعت لك واحد واتنين وتلاتة في نقطة واحدة عشان تبقى سهل عليك. الامتيازات الأجنبية التي منحتها الدولة العثمانية. تمام، برافو عليكي. طيب وكمان زيادة حتة اهو تاني في شؤون مصر، إنشاء مراقبة ثنائية. ما عشان كده أنا قلت لك إيه، التدخل الأجنبي كان بسبب الامتيازات والقروض والمراقبة. أنا جمعت لك واحد واتنين وتلاتة في إيه؟ في واحدة. طيب وكمان المراقبة الثنائية دي كانت إنجليزية وفرنسية، خلاص. وكمان تشكيل وزارة كانت فيها وزيرين أجانب، وزير إنجليزي للمالية ووزير فرنسي للإيه؟ للأشغال. طيب وكمان زي ما انت قلتي الجيش، مشكلات الجيش في الوقت ده اللي هو ايه؟ تسريح الالاف من الجنود ومئات من الضباط في عهد الخديوي ايه؟ توفيق، وعدم ترقيه اي حد الا الايه؟ الشراكسه، كانوا بيرقي الشراكسه بس واكتر مما يستحقون. وزياده سوء احوال المصريين مدنيين وعسكريين، ليه؟ بسبب الضرائب الكتيره اللي كانت بتفرض ايه؟ عليهم. رجعتيها معايا كده مريم؟ طيب انت شطوره خالص يا مريم، بس انا عايزاكي تهدي وما تخافيش، الامتحان ان شاء الله يبقى كويس وانت هتعرفي تحلي وهتجيبي درجات حلوه. ماشي يا مريم؟ ماشي يا حبيبتي، ميرسي. طيب نكمل كلامنا، احنا كده راجعنا اسباب الثوره العربيه مع مريم. طب نشوف السياسه البريطانيه في مصر كانت عامله ازاي بعد الاحتلال البريطاني لمصر. ايه السياسه اللي اتبعتها بريطانيا مع مصر؟ اتبعت بريطانيا سياسه السيطره، سيطر على مرافق البلاد، واصبح المعتمد البريطاني في مصر وهو الحاكم الفعلي للبلاد. تمام. وقامت بريطانيا بايه بقى؟ لغت المراقبه اللي هي كانت عاملاها، يعني هي كانت عامله المراقبه قبل ما تحتل مصر. لما احتلت مصر خلاص مش عايزه مراقبه، خلاص. خدوا بالكم الحته دي، المراقبه كانت قبل الاحتلال، كان ايام التدخل، ايام اسماعيل، ايام توفيق. لكن لما احتلت انجلترا مصر خلاص لغت المراقبه، مبقاش في مراقبه. ليه؟ ما هي هتراقب ليه؟ هي كانت بتراقب عشان تتدخل، دلوقتي هي مش هتراقب. امال ايه؟ هي فعلا محتله مصر، هي مش بتتدخل، هي فعلا محتله مصر في الوقت ده. طيب والسيطره على ماليه البلاد لمصلحه اصحاب البنوك الايه؟ الاوروبيه. طيب كمان عملت ايه؟ الغى مجلس النواب اللي عاصر الثوره العربيه. فاكرين مجلس النواب اللي اتكلمناه اللي هي كان من نتائج الثوره العربيه؟ كان في مجلس نواب، تم الغائه. وتحويل البلاد الى قاعده لتزويد الصناعة البريطانية بالقطن المصري مع إهمال الصناعة الإيه؟ المصرية. نقولها كده تاني، نبص تاني على السياسة البريطانية. اتبعت بريطانيا سياسة السيطرة على كل مرافق البلاد، وأصبح المعتمد البريطاني في مصر هو الحاكم الفعلي للبلاد. وقامت بريطانيا بحاجات تانية اللي هي إيه بقى؟ ألغت المراقبة الثنائية، وسيطرت على مالية البلاد لمصلحة أصحاب الإيه؟ البنوك. ألغت مجلس النواب اللي عاصر الثورة العربية في الوقت ده، وحول البلاد إلى قاعدة لتزويد الصناعة البريطانية بالقطن المصري مع إهمال الصناعة إيه؟ المصرية. وفرض ضرائب، وهذا بقى على المصريين، فرضت العديد من الضرائب وخفضت الإنفاق الحكومي. يعني إيه؟ يعني الحكومة المفروض بتصرف على التعليم، على الصحة، لأ خلاص خفضت هذا الإنفاق على ميزانية التعليم والصحة وأي مشروعات. وألزمت مصر بدفع تعويض لإنجلترا مقابل خسائرها في العمليات الحربية أثناء الاحتلال. يعني إحنا غلطانين
ان احنا قاومنا الاحتلال البريطاني لما جاي يحتل مصر، كان المفروض نقول له اتفضل البلد بلدك احتلها، هما شايفين ان ده غلط، فعشان كده دفعوا مصر، الزموا مصر بدفع التعويض مقابل خسائرها. خسائر مين؟ خسائر انجلترا في العمليات الحربية اثناء الايه الاحتلال. دي كانت سياسة الايه السياسة اللي اتبعتها انجلترا في بعد الاحتلال البريطاني لمصر. طيب نركز كده على مجموعة اسئلة اخرى برضو بنحضرها. طيب لو بصينا شوية، ايه هي اهم اماكن تواجد خامات الحديد والفوسفات في البيئة الصحراوية؟ ايه هي اهم اماكن تواجد خامات الحديد والفوسفات في البيئة الصحراوية؟ خامات الحديد موجودة في الواحات البحرية بالبيئة الصحراوية، تمام؟ أما الخامات الفوسفات فدي موجودة في مباجمة في شبه جزيرة سيناء، سوري ده المنجنيس. أما الفوسفات ففي أبو طرطور في الوادي الجديد. يبقى أنا كده عندي الحديد، عندي المنجنيز، عندي الفوسفات. الحديد في الجديدة منطقة الواحات البحرية، الفوسفات في أبو طرطور، في أبو طرطور في الوادي الجديد، عندي المنجنيز في أم بجمة في شبه جزيرة سيناء. طيب لو بصينا شوية بنقول ثورة 1919 كانت ثورة شعبية شاملة، ثورة شعبية شاملة ليه؟ لأن فيها اشترك جميع أفراد الشعب أو طوائف الشعب المختلفة، مسلمين ومسيحيين، طلبة وعمال، فلاحين، معظم أفراد الشعب. خرجت المرأة المصرية لأول مرة تخرج في الشارع للثورة. طيب معانا اتصال، أحمد. أهلا. أيوة يا أحمد، إزيك؟ الحمد لله. عامل إيه؟ مستعد للامتحان ولا لا؟ ان شاء الله مستعد. مستعد؟ طيب ها، عندك سؤال ولا عايز تتسأل؟ لا انا عندي سؤال بس. عندك سؤال؟ طب قول السؤال. وانا عايز اعرف بس اقارن بين العدوان الثلاثي والاسرائيلي. العدوان الثلاثي والعدوان الاسرائيلي اللي هو بتاع 1967، صح كده؟ ايوه. تمام ماشي. طيب من حيث ايه؟ ايه؟ من حيث ايه؟ الاسباب يعني، من حيث الاسباب، من حيث النتائج كده يعني. لا الاسباب عشان العدوان الثلاثي عشان تامين شركه قناه السويس. برافو عليك. يبقى العدوان الثلاثي كان ليه؟ بسبب تامين مصر لقناه الايه السويس. طب امال 67 كان ليه؟ ايه كان 67 ليه؟ كان العدوان بتاع 67 كان على مصر ليه؟ لا العدوان الاسرائيلي، لان ساعتها كانت مصر بدا لها يبقى لها مكان على الساحه العربيه والساحه الدوليه، فارادت اسرائيل ان خافت من هذه الايه المكانه، تمام، وقامت بعدوانها وكمان لاحتلال الاراضي الايه العربيه. ها معايا كده؟ ماشي شكرا. طب لسه في نتائج. ماشي. طيب العدوان الثلاثي نجح ولا فشل؟ هو العدوان الثلاثي فشل. فشل صح كده. طيب انت فاكر فشل ليه؟ بسبب تلاحم الجيش مع الشعب. تمام. وحاجه تانية، وصلابه الايه القياده والتعاون العربي واعلان الاتحاد السوفيتي بوقف العدوان او التهديد بوقف الايه العدوان. فاكر الحاجات دي؟ ايوه فشل. طيب فشل بقى ليه؟ لان الدول اللي عملت هذا العدوان انسحبت، تمام. طب امال بقى نتائج عدوان 67 حصل ايه؟ كان في هزيمه واحتلت اسرائيل اراضي. ايه هي بقى اللي احتلتها؟ افتكرها معايا، فاكرها ولا لا؟ الاسباب اللي هم كسبوا. احتلت اراضي، ايه هي الاراضي اللي احتلتها؟ اراضي مصر اللي هي سيناء. احتلت ها، افتكر معايا، القدس وشبه جزيره سيناء حتى الضفه الشرقيه لقناه السويس، احتلت هضبة الجولان اللي في سوريا، واحتلت كمان الضفة الغربية لنهر الايه الأردن. تمام؟
انا كده راجعتهم لك كلهم. في اي حاجه تاني؟ لا شكرا. طبعا ما عندكش اي سؤال تاني؟ لا شكرا. طيب اتفضل. طيب نكمل احنا مجموعه من الاسئله. طيب بنيجي نقول ليه تحدث السيول في البيئه الصحراويه؟ بما تفسر حدوث السيول في البيئه الصحراويه؟ لان احنا قلنا قبل كده ان رغم ان البيئه الصحراويه ان فيها ندره امطار الا ان هذه الامطار قد تسقط فجاه وتتجمع فتكون السيول اللي هي تندفع في الادويه في الاوديه الجافه والتي تقوم بتدمير الطرق والحقول الايه الزراعيه، ودي ليها اثار ايه ضار طبعا، بتتلف الزرع وبتتلف الحقول وبتدمر المباني المقاومه، فدي اسباب او ليه بتحدث السيول وكمان اهم النتائج المترتبه عليها. طيب سؤال كمان، ايه اهميه التلال الجيريه الممتده على الساحل الشمالي لساحل البحر المتوسط؟ ده مهم قوي. بما تفسر اهميه التلال الجيريه الممتده على ساحل البحر المتوسط الساحل الشمالي؟ هذه التلال الجيريه بتختزن مياه الامطار والتي يستخدمها السكان لحفر الابار للحصول على المياه الايه الجوفيه. يبقى هي بتختزن مياه الامطار وبيجي السكان. طيب قبل ما نكمل معانا فاطمه. الو، ازيك يا فاطمه؟ الحمد لله كويسه. عامله ايه؟ مستعده ولا ايه؟ نعم مستعده ولا ايه؟ ايوه. انت عندك امتحانك بكره؟ طيب يا فاطمه عندك سؤال ولا عايزه تتسالي؟ لا انا عندي سؤال وبعد كده هتسال. طيب قولي السؤال. مش ثانيه واحده بس. اتفضلي. خضع السودان. ايوه خضع ايه؟ خضع السودان للحكم الثنائي بين انجلترا ومصر طبقا لاتفاقيه عام 1899. ماشي، هي دي عندنا في المنهج اصلا؟ هو في كلام بس كده انا من غير هي إيه، كانت في معلومه تقريبا اسرائيل. ايوه اصلا انا لقيتها في الجمهوريه وكانت الاجابه 1859. لا هي 1899. ماشي خلاص تمام. اسالك انا بقى سؤال تاني. ماشي. طيب بما تفسرين انشاء السدود على الاوديه المنتشره في الصحراء؟ نعم. ليه بننشئ سدود على الاوديه المنتشره في الصحراء؟ لتخزين المياه. لتخزين ولا لاستغلال المياه الامطار؟ نعم احنا بننشئ السدود ليه؟ لتخزين المياه والاستفاده. لتخزين مياه الامطار. لتخزين مياه الامطار والاستفاده منها. والاستفاده منها. برافو عليك يا فاطمه، ميرسي او متشكره. طيب حاولنا النهارده ان احنا نراجع اكبر كم ممكن من المنهج. عملنا اسئله وحلينا امتحانات، حاولنا نسترجع كل المعلومات. ارجو ان انتوا تكونوا تابعتونا وارجو ان انتوا تكونوا استفدتوا النهارده. اشكركم وبتمنى لكم التوفيق ويا رب بالنجاح، ومتشكره جدا. السلام عليكم.